السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعي ومشاهدي قناة جوار السويس. للأمانة أنا عامل الفيديو ده عشان أرد على بعض التعليقات اللي بتعتب إن أنا بعمل فيديوهات خاصة بمحلات. طبعا مفهوم إن الكلام ده معناه اتهام إن في معاملة وفي بيزنس وفي كلام مش أنا ما بحبوش. أنا عن نفسي بتعرفين أسلوبي في كل فيديوهات من يوم ما أنشأت القناة، أنا وجهة نظري المشاهد وبس، لا يعنيني صاحب أي محل. وأنا هو جيت على سهوة. أستاذ أحمد السلام عليكم. السلام عليكم. أنا لما جيت سجلت عندك كانت فجأة ولا كان في ترتيب ولا كان في بيزنس؟ لا أنا كنت أول مرة أتعرف على حضرتك امبارح، تمام، وما كنتش أعرف حضرتك خالص بصراحة. كان الطلب منك انت عرضت او انا طلبت اي مقابل؟ لا ابدا والله، يعني بصراحه حضرتك صورته وبتاع ونشرته وما ولا طلبت حاجه ولا قلت لي عايز حاجه. ولو تلاحظ الناس اللي تتابع الفيديو اول ما قلت لك انا ما يهمنيش المحل قد ما يهمني مين؟ قلت لي المنطقه والسكان والناس. وعشان الناس في منطقه بعيده عن الحلقه انا بعرض لهم خدماتك. مظبوط. صح ولا لا؟ ده كلام مظبوط. فده بس للتنويه، وانا عارف، انا عارف قدر نفسي وانا عارف انا بعمل ايه، لكن انا ما رضيتش ارد على التعليق، انا برد عملي. جزاك الله كل خير بصراحه، يعني ربنا يبارك فيك وصحتك. انت بتبعد قد ايه عن الحلقه؟ ببعد حوالي 10 كيلو. 10 كيلو، يعني فيها مواصلات وفيها تعب. فيها زحمه وفيها دوشه. انت هنا بتقدم خدماتك لاهل المنطقه. خدمات الحلقه، وبل بالعكس يمكن افضل، بتلاقي سمكايه صبحه. هذا بسم الله ما شاء الله سمك كنال، ومع الموسم هيتحسن الجوده. زحمه برضه كابوريا برضه ما شاء الله، وفي بعض حاجات كتير يعني، وعندك كل المستويات شعبي حاجة. وان شاء الله يجي الشعور ويجي الكشر. شغال في كل حاجه، شغال في كل كنال ومزارع وكل حاجه شغال فيها. ده كان قصدي الفيديو بتاعي. وبيع وتسويه. وما تزعلش يا زحمد، انا صريح في كل فيديوهاتي. تمام. وانا عشان كده باخد مصداقيه، والحمد لله ليا جمهور تعدى مشاهدات 3 مليون مشاهده، وعندي اكتر من 10,000 مشترك، فده فضل من الله ومصداقيه فيديوهاتنا. ربنا يبارك فيك. اشكرك يا زحمه. جزاك الله كل خير. الله يسلمك. سلام عليكم.